كلنا نفسنا اكيد جلدنا يبقى ناعم طري بيلمع وريحته حلوه. انا هقول لكم على الروتين بتاعي. انا دايما بستخدم سكراب وبودي اويل، السكراب على الاقل 3 مرات في الاسبوع والبودي اويل كل يوم. ستات كتيره ممكن تقول لي طيب الروتين ده ممكن يخلي جسمك طري ناعم بيلمع، لكن ازاي ريحه حلوه؟ ده اللي لقيته في جلو اند جو، الماركه دي جلو اند جو. اوكي دي ماركه كلها حاجات طبيعيه ما فيهاش كيميكلز، ومش قادره اقول لكم على الروائح اللي عندهم فظيعه، وحاجات كتيره جدا 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 وروائح ثابته على الجسم. انا هقول لكم انا بعمل ايه بالظبط. ده السكراب. اوكي بصوا الزيوت اللي فيه، انا عايزاكم تبصوا، بعمل بالمعلقه كده بلخبطه عشان الزيوت تتلخبط فيه، وبحطه طبعا انا هحط لكم بس النهارده على ايدي، لكن انا طبعا بحطه على جسمي كله. اوكي ببدل ايدي طبعا الاول شويه بس مش مشكله. اورايت وبدلكوا. اورايت حركات احسن من تحت لفوق كده. عايزه اقول لكم السكراب ده طبعا بيوقع الخلايا الميته، طبعا شايفين الزيوت اللي فيه فبترطب كويس قوي. وفي نفس الوقت معلومة مهمة قوي يا بنات، اللي عندها الجلد الوزة ده بيساعد جدا ان هو يودي. بسيبه لمدة دقيقتين بس انا هعمله سريعا دلوقتي وبعد كده هشوفه. مش قادرة اقول لكم، انا حاسة ان ايدي اصلا مش محتاجة اي كريم او زيوت. ده نشفه. اوكي كل الحاجات طبيعية وريحة مش قادرة اقول لكم على جبل الريحة. بعد كده البودي اويل طبعا على جسمي كله بس انا هعمله لكم على ايدي جلو اند جو، وبجيبه نفس ريحة السكراب. دي معلومة كويسة قوي للعرايس اللي عايزة دايما ريحتها تبقى حلوة، الريحة هتبقى قوية قوي. باخد منه وبحط على جسمي كله طبعا. عايزه اقول لكم بيدي ترطيب غير طبيعي، والجميل فيه ان هو مش من الزيوت اللي تقعد تلزق، بتمتصه الجلد على طول، وهو انتي اوكسيدنت يعني بيحميه من العوامل الخارجيه كمان. مفيش كمس يا جماعه بجد، انا عارفه ان انتوا فاكريني بعمل كده بس بجد ريحته حلوه جدا جدا. وعايزه اقول لكم بقى على سر، انتوا عارفين ان انا باخد العبوه الصغيره دي معايا في الشنطه وبستخدمها بدل البرفيوم من كتر ما ريحته حلوه، في روايح كتيره جدا. لو عملتوا الروتين ده صدقوني على طول جلدكم هيبقى ناعم متغذي بيلمع وكمان ريحته حلوه.